هرجع تاني ليك استاذ محمد. اتفضل. يعني معانا دلوقتي فنانه من حيث التمثيل بقى، وكان في مشاركه مع غاده في عمل، كان العمل يعني ازاي، كانت كواليسه والعمل كان عامل ازاي؟ انا التقيت مع غاده في عمل اسمه الخوابي، وزوجتها لابني لانه ابني كان يحب وحده انا ما بدي اياها يتجوزها. ظلم ظلم. وراني الوحش. فتجوزتها لابني على اساس انها تنسيه حبه الاولاني، لكنها فشلت في انها تنسيه الحب الاولاني. كان في شر في الدور ده. يعني ممثل الدور صح. فقسيت عليها لانها فشلت في اللي انا بدي اياه منها. هو قاس علي وعلمني الشر، لان انا بعدين قلبت يعني مش شريره، حرقت الدنيا. ويا طير يا طير دربك على باب الله، ظهر انه طير. هذه غاده العباسي، الام مصريه الاب اردني مواليد الخليج، واحنا نتحدث عن الهويه والنسيج العربي. صح. الى اين يذهب الهوى بغاده عباسي فيما بعد؟ هواي عروبي. هواي عروبي. عايزه اقف عند المنطقه بتاعه التعليم. انت درستي في مصر وتعلمتي، فادك في ايه بقى كمان في فنك؟ درست كمان اثار، درست يعني ارشاد سياحي في مصر، ودخلت من الانشنت ايجيبت، جبت التاريخ لغايه يومنا هذا. انت درستي بقى الفراعنه والتاريخ القديم عشان كده احنا جبناكي في القلعه النهارده. فادني كتير. يعني اول حاجه انا نصي مصري، انت عارفه، وانا شفتي وانا بكلمك رحت على طول على اللهجه سرقتها. فبنفس الوقت هي كملت حاجه، بس اني عرفت اكتر عن مصر، عرفت تاسيس الحضاره الفرعونيه. انا بدي انتقل لاستاذ محمد العبادي. استاذ محمد، انت من اكثر الاشخاص اللي مثلوا شخصيات متنوعه متعدده، فيها نوع من الشر، فيها نوع من الخير، فيها نوع من الاصاله، فيها نوع من الحب، وانك تنتزع كمان المحبوب والباديه. شو اقرب شخصيه كانت لك؟ شخصية الشاعر الجاهلي طرف ابن العبد. الله. يعني هذه كنت أحس إنه أنا في داخلي هاي الشخصية تشبهك. العظيمة، اللي واحد عمره 23 سنة قتل من جرأته، بسبب جرأته، بسبب رفضه، بسبب الظلم اللي موجود. فبالتالي يعني أنا قدمت هذه الشخصية وكأنه محمد العبادي هذا اللي بيكون وليس طرفه.